راح كابتن بقوه. يعني احنا بنتكلم على كيروش المدير الفني منتخبنا منتخب مصر السابق، خليل يوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي السابق، بنتكلم على عده اسماء متواجده ولكن ابرزهم الاثنين دول يا كابتن. لو كابتن رمضان بيتكلم على مدير فني قوي للنادي الاهلي تختار مين؟ بص انا اقول لك حاجه برو، انا كنت من الناس اللي كنت بهاجم كروش الحقيقه في بدايه عمله مع منتخب مصر، لكن اعتقد ان كروش لا يعني كان ليه نظره لحياه فنيه في عدد من اللاعبين البعاد جدا عن منتخب مصر، واثبت وجودهم اذا كان خلال معاه في المنتخب البطوله العربيه او في مسابقه الدوري الحقيقه او مسابقه الكاس. انا اعتقد ان هو يليق فعلا ان هو يمسك يكون مدير اقول لك فني انت تجربه خليل يوزيتش مثلا مع منتخب المغرب يا كابتن، ما تقولش برضو ان هو يقود النادي الاهلي. احنا بنتكلم برضو خليل يوزيتش شخصيه، كيروش شخصيه، الاثنين ممكن يكونوا قادوا المنتخبين الى وقت يعني وقت كويس، يعني يعني عملوا نتائج جيده مع الفرقتين، وبالتالي حضرتك بس انت يعني بترشح كيروش اكتر. يعني برشح كروش اكتر الحقيقه، ان اولا عارف لعيبه النادي الاهلي وعارف لعيبه مصر كلها، صحيح، واعتقد يعني هيبقى اضافه للنادي الاهلي. وانا زي ما قلت لك انا بختار كروش رغم ان انا كنت مختلف معاه في بدايه عمله، لكن بعد كده الراجل اثبت ان هو كل اختياراته الحقيقه كانت صحيحه، وكان بيلعب الحقيقه بطريقه اللعب وبالتكتيك اللي حقيقه يقدر يحقق بيه نتائج ايجابيه مع منتخب مصر. لا يعني انا الحقيقه بشيد بكروش يعني، وبقول ان هو يعني ممكن يكون مدير فني على مستوى عالي جدا مع النادي الاهلي. طيب كابتن رمضان، تعرف الكوره عنصر اساسي فيها هي اللعيبه او اللاعب، يعني برضو انت شايف بعد الراحه اللي هياخدها اللاعبين والعوده مره اخرى، هل الوضع هيبقى مختلف ولا الرغبه نفسها كانت اهم شيء عند اللعيبه ما كانتش موجوده في الفتره الاخيره ولازم تعود الرغبه دي مره اخرى؟ واعتقد دي بتبقى من جوه اللاعب. اي طبعا اعتقد ان الفتره الاخيره احنا كلنا لمسنا الحقيقه ان لعيبه النادي الاهلي عندها اكتفاء، يعني حققوا بطولات بطولتين افريقيا وبطوله دوري وثالث عالم مرتين، ما اعرفش انا حسيت ان عندهم اكتفاء، مش اجهاد قد ما هي زي ما قلت لك، يعني ممكن بيجي لك وقت كده بقى في زهق من الكوره يعني. لكن اعتقد ان فتره الراحه اللي هم خدوها، الراحه السلبيه الكبيره قوي دي اللي هم خدوها، لا يرجعوا تاني اعتقد هيبقوا زي ادائهم في من حوالي سنتين موسمين لما كانوا بيأدوا افضل اداء يعني. طيب. لكن هو فاروق برضك في نقطه مهمه جدا، اتفضل. مش النادي الاهلي مش المفروض ان هو يكتفي باللعيبه اللي عنده، لا النادي الاهلي عاوز اضافات قويه جدا 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 في التعاقدات الجديده الحقيقه. انت بتتكلم يا كابتن الاضافات يعني تكون في مراكز معينه مثلا، هل المراكز كابتن رمضان شايفها فين؟ وهل في لعيبه في مصر تكون هي اللي هتبقى اضافه قويه ولا مش موجودين اللاعبين في مصر انت محتاج من بره؟ يعني برضو اخد رايك في النقطه دي يا كابتن. يعني انا اقول لك في كمراكز يعني انت محتاج الحقيقه يمكن في اغلب المراكز انت محتاج في الباك رايت، محتاج في الباك ليفت، حد مع علي معلول الحقيقه محتاج سيرد باك يكون على مستوى عالي جدا جدا زي ما جه في الفتره الاولانيه بدر بانون الحقيقه فارق في خط دفاع النادي الاهلي لغايه ما اصيب الحقيقه بالكورونا. بتتكلم على لازم تجيب ديفندر على مستوى عالي جدا برضو، لان انت عندك السوليه وعندك حمدي فتحي وعندك اليو ديانج، محتاج واحد كمان لما حد بيغيب من دولت بتتاثر، محتاج واحد على مستوى عالي جدا جدا. محتاج الحقيقه الاكثر مركزين النادي الاهلي محتاجهم الجناحين اذا كان اليمين او الشمال، لان الاماكن دي طبعا حتى التعاقدات بتاعت الموسم اللي فات الحقيقه اذا كان مكسوني او بيرستاو الحقيقه لا يعني مكسوني بعيد خالص خالص فنيا، وبيرستاو لعيب كويس بس للاسف الشديد اصاباته كتير قوي، فبالتالي ما ده ما فيش ما بيقدرش يكمل يعني. حراسه المرمى كابتن مش محتاجه؟ حراسة المرمى يعني لو رجع في كلام قوي ان يعني يمكن خلاص النادي الاهلي يعني انا هتعاقد مع محمد صبحي كابتن. يعني خلاص لو انا هتعاقد مع محمد صبحي برو يبقى هو مش محتاج اي حد خالص، يبقى عنده الشناوي. هو انا قريت النهارده خبر هل هو صحيح ولا مش صحيح ان مصطفى شوبير راح اعاره لفيوتشر، قريت يعني الخبر ده حتى الان مش رسمي كابتن فما نقدرش نقول يعني ان هو راح، يعني هو ممكن يكون خبر ممكن بقى يكون خبر.